السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخواني الكرام؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حاب أخبركم إنه الفيديوهات القادمة مهمة جدا بالنسبة للمبتدئين، وحابب إنه الجميع أو جميع المبتدئين يتابعوا هاي الفيديوهات حتى يحصلوا على الفائدة منها. وكمان بحب أخبركم اللي بحب يشترك معنا ويحمل الفيديو كامل، لأنه أنا رح يكون هنا في شروحات ما رح أحملها بشكل طويل في هاي القناة الرئيسية، رح يكون التحميل الطويل في القناة الثانية اللي هي اسمها مشغل جلال فيديوهات كاملة، رح تلاقوا الرابط أسفل الفيديو. واللي بحب يتابعنا على الفيسبوك على صفحة مشغل جلال حسن أبو عبد الرحمن، وعلى جروب مشغل جلال الكهربائي على أساس يكون التواصل بيننا أسهل وأسرع. وما بدي أطول عليكم أكثر من هيك، وإن شاء الله ننتقل إلى الفيديو التالي. يعني طلع لحاله البدي، لاحظة يعني لاحظوا من السخونة، لأنه ألمنيوم هذا، فطلع لوحده بدون أي مشاكل. طيب، والآن بدنا نقطع الملفات. قبل ما نقطعهم بس أنا حركت الأسلاك وبدي أقيسهم بالميكروميتر. طبعا زي ما حكينا دائما بالعادة إنه نحرق الأسلاك أفضل ونقيسهم. هذا بعطيني سلك 7.5 دزيم، والثاني سلك 7.5 دزيم، إذا ملفوف بسلكين 7.5 دزيم. وهذا سلك التقويم، نشوف قديش. كمان سلك التقويم ملفوف ب7.5، عارف إذا واضح. على العموم يعني عندنا التشغيل مجوز 7.5، والتقويم مجوز مفرد بسلك واحد 7.5. طبعا احنا قلنا انه توصيله توالي، وهي في وصلات اذا بدكم، هاي النهاية مع نهاية، ونطلع باقي الوصلات. هاي نهاية مع نهاية، وهي بداية مع بداية هون، وهي التقويم نفس الشيء، نهاية مع نهاية وبداية مع بداية. فالآن كل معلوماته تقريبا عندنا، فبنبدأ احنا نقطع بالملفات المعتاد. خلوني انا اقطعهم وارجع لكم ان شاء الله. طبعا في هاي المحركات اللي الستيتور بخرج من البودي، يعني الملفات اللي بتخرج بهذا الشكل من البودي، بفضل انا بدل ما نقطعها بالزميل نقصها بالصاروخ او بالمنشار احسن، على اساس انه ما نأذي الحديد. وطبعا دير بالك انه تأذي الحديد. الان طبعا انا قصيتهم بالصاروخ، الان ناخذ الخطوة. طبعا وهذا ملفوف بخطوة التقويم 1 2 3 4 5، خطوة 5 7 9، ثلاث ملفات زي ما انتم شايفين، 1 2 3 4 5 وثلاث ملفات 5 7 9، خطوة 1 5 7 9. والتشغيل زي ما انتم شايفين هيو هنا، هي واحدة 2 3 4، 1 4 1 6 1 8 1 10، العشرة الكبيرة مشتركة مع العشرة اللي من المجموعة الثانية، يعني الخطوة الكبيرة تبعت المجموعة هاي اللي هون مشتركة مع الخطوة الكبيرة اللي من المجموعة الثانية، يعني خطوة 1 10 مشتركة في المجرى. طبعا وبنسجل احنا الملاحظات، سجلناها سجلتين انا طبعا. هاي التقويم احنا بنسميه رفيع وخميل، تقويم رفيع والخميل هو التشغيل. 1 5 7 9 سلكه 7.5 دزيم، والتشغيل 1 4 1 6 1 8 1 10، والعشرة مشتركة مع بعض بسلكين 7.5 دزيم. طبعا حابب بس انا اذكر للاخوان بالنسبة للدزيم، الدزيم يا اخوان الواحد ملم، او الواحد هون هيك، الواحد ملم من اول، واحد ملم يساوي 10 دزيم، كل واحد ملم بيساوي 10 دزيم. فاحنا لما نقول مثلا سلك 7 دزيم، قديش هو سلك 7 دزيم؟ يعني 0.70 من الملم،
او هون ام ام. سلك 9 ديزيم يساوي فاصلة صفر او صفر عفوا صفر فاصلة 90 ملم. 5 ديزيم يساوي فاصلة 50. بس حبينا نوضحها للشباب. احنا عندنا المحرك 7.5 ديزيم تساوي 0.75% من الملم. فكل 1 ملم بيساوي 10 ديزيم، يعني الواحد ديزيم يساوي 0.10 من الملي متر. هاي بس حبيت اوضحها، يعني الفرق بين الدزيم وبين الملم. كل 1 ملم بيعمل 10 دزيم، الواحد دزيم بتساوي 1/10 من الملم. هاي. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي، لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.